الجزائر أمانة في أعناقنا، تركوها شهداء، تركوها مجاهدين دافعوا عن البلد ورحلوا إلى ربهم ما بعد الثورة. نحافظ عليها، ما نعبثوش بها. الرئيس تبون، أنت راك قربت عمرك من 80، قداش ما زلت راح تعيش؟ أي نقولوا ما زالك 15 سنة تعيش، ما زالوا لك عهدتي تعيش. راح يجي نهار وترحل، وأنت شنقريحة قداه في عمرك؟ قداش بقالك؟ انظر الجاي يتصالح وين هو، رغم أنه مرحل وبكاه الجزائري، رحل بفخر. وغير وين هما؟ وين هما اللي كانوا بالامس فقط يقرروا في مصير الجزائر؟ وين هو ويحيى اللي كان يتعنطر على الجزائريين؟ كان ويحيى يحب يتلاقى مع واحد الناس تدفع الفلوس باش يتلاقى مع ويحيى. وين هو الان؟ انه لا قيمه له، يتمنى يشوف ولاده. حول هو حداد اللي كان امبراطور المال، مليارات. درك يقول لهم ولادي ما لقاوش يسكنوا. المال لا يدوم، الصحة لا تدوم، السلطان لا يدوم، النفوذ لا يدوم، كله يا رأيه. صدقني يا شنقريحة تصول وتجول، والله يجي نهار وتلقى نفسك متمدد على فراش الله، تتفكر وش من خير درت في حياتك. الرئيس وأنا أيضا، أني نهضر هكذا، رح يجي نهار وربما ما نقدرش حتى نتمنى أني تتاح لي فرصة باش نقول كلمة للجزائري. كلنا راحلون، كلنا سنرحل على هذه الدنيا، فما أجمل أن تترك شيء أثر تخلي الجزائريين يترحموا عليه، أثر جميل تعصم دماء الجزائريين في المستقبل. فوالله أيها الرئيس، يا صناع القرار في الجزائر، والله هذا أفضل شيء لكم. ربي أكرمك بمنصب، تستطيع بهذا المنصب أن تخلف وراك ما يبقى عقود وعهود، وهو يخدم عليك وأنت في قبرك عندما تحافظ على هوية البلاد، عندما تحافظ على دين الجزائريين، عندما تحافظ على أعراض الجزائريين، عندما تحافظ على لقمة عيش الجزائريين، عندما تضع لبنة تزرع شيء ينمو ويكون يدير خير في الحجر والشجر وكل شيء، يدير خير في البني آدم والحيوانات كل شيء. فوالله أنت وضعت لبنة ستعتز بها وتكون لي بالخير. فوالله مثل ما أنا الآن أتحدث إليكم، قد يأتي يوم بعد أيام لا أدري متى، راه ممكن كاين شخص آخر يدير في لايف ويقول قال ما أنور مالك الله يرحم، وربما أنا ندير في لايف واحد آخر ونقول لكم شفتوا واش كنت نقول تبون الله يرحم، واش كنت نقول شنقريح الله يرحم. ربما كاين بينكم من يسمعني الآن ربما راح يتحدث يقول قال أنور مالك الله يرحم، وربما فيكم من يموت وربما أعود إلى تعليقاته نقول هذا الله يرحم، وحتى اللي يسبني ويشتمني نقول إذا كان حي الله يهديه، وإذا كان ميت الله يغفر. نحتاج إلى هذا الوعي. ونهوما خلفاء راشدين خدموا أمة الإسلام، والآن رحلوا إلى ربهم، بينهم اللي كانوا مبشرين بالجنة وقالوا والله لو كان حطيت رجلي لدروات في الجنة وبقيت ما آمنت مكر الله. هذا مبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أحياء بالجنة. هذا إذا كان فيكم رائحة الإيمان. إذا كان نتحدث لكم أيضا بالرجولة، شوف الجزائريين كيفاش يذكروا في بومدين، شوف كيفاش الجزائريين يذكروا في زروار، رغم أنه اختلفنا معه في أمور كثيرة، ولكن أنه كما يقولوا زهد في السلطة فنال احترام الجزائريين. الجزائري بطبعه يكره هذاك اللي ما يسجد في السلطة، يكره اللي يتكبر، يكره هذاك اللي يلعبها فور عليه، يكره هذه يكره اللي يمس له هويته وتقاليده ويمس له رجولته. انت ايها الرئيس كدير حاجة، وانتم يا صنع القرار كديروا حاجة نتاع رجولة وحاجة نتاع مروءة، ستذكركم الأجيال بخير. ولكن إذا درتوا أشياء راح ترحل، والله ستموتوا، ما أدري أنا حضر لكم ولا نكون قد مت من قبل، ولكن ماذا تركتم لأولادكم؟ إذا تركتم لأولادكم تاريخ نظيف وتركتم الجزائر بخير، والله سبليتكم. شوفوا موسى عليه السلام وكان أبوه مصالح، أكل اليتيم مع الخضر عليه السلام. شوف صلاح الأب كيفاش انقلب على الأبناء،
وشوف هذاك حتى لا يرهقهما طغيان، وابوهما وابواه الصالحين يعني حتى لا يرهقهما طغيان الوقوف. شوف صلاح الاب كيف ينقلب. انت صلاحك ايها المسؤول، فانت اولا صلاحك كاب لاسرتك تخلف لهم تاريخ نظيف وتخلي لهم شيء يفتخروا به، وكاب للجزائريين ايضا تخلي لهم شيء يخدم عليه. تبون البارح كان عمرك 20، الان وين راح عمرك؟ انظر الى خلفك كيفاش مرت هذه السنين، فوالله لن تنفعك شيء. الموت حق والله حق، وراح نروح جميعا الى اعدل العادلين، والله ستشهد علينا اطرافنا وسيشهد علينا لساننا ويشهد علينا عيوننا وحتى الخلايا اللي في اجسادنا ستشهد علينا. وحينها في ذلك الوقت والله لن ينفع كأنك كنت رئيس جمهورية تمشي بالحرس والله والخدم والحشم، أو كنت وزير دفاع أو شيء من هذا القبيل. ربما في ذلك اليوم تجد واحد غفير ملكيش لقمة عيشه، فقير ملكيش لقمة عيشه، تلقاه بعفته ونزاهته وطهره تلقاه في عليين. أما أنت وأنا إذا لم نكن في هذا المستوى، الله أعلم أين سنكون. الوضع يا جماعة خطير. أنا فضلت هذا الكلام لأخاطب قلوب الجماهير، خاطبت عقولكم، والآن خاطب قلوبكم. الجزائر أمانة في أعناقنا، وصدقوني ما يحدث ليس في صالح الجزائر، واذكروا كلامي جيدا. ربما يكون هذا آخر كلمة نوجهها لكم. قد نكمل الآن، نروح أتمدد غدوة تسمعوا في شبكات التواصل الاجتماعي أنور مالك رحمه الله، وربما نوض ونلقى رئيس ولا شيء مسؤول كبير الناس تقول رحمه الله. لا أحد يدري، الأعمار بيد الله. اللهم أحسن خاتمتنا جميعا، اللهم هيئ لهذه الجزائر رجال صناديد يضعونها على السكة الصحيحة ويعيدونها إلى مجدها وقيمتها التي فقدتها بسبب عصابات تداولت عليها، عصابات ما ينفعها مال ولا. ها هو بوتفليقة عاش في العز عمره 23 سنة، هو صار وزير الشباب، بعد وزير الخارجية على مدار سنوات طويلة في حكم بومدين، بعد ذلك تنعم في المال وعاش في أرقى المكانات، بعد ذلك 20 سنة هو رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد. الآن راه في فراشه، لا هو ميت ولا هو حي، لم ينفعه مال ولم ينفعه جاه ولم ينفعه سلطان ولم ينفعه أي شيء. قاعدة معه أخته تخدم فيه، حتى هاك اللي كانوا يدوروا عليه ويقدسوا فيه الآن يلعنوا فيه. قد يكون هناك واحد يترحم على، ربما راه أحسن إلى أحد الفقراء، لا ندري نحن، ربما هذاك فقط الآن راه يدعي له دعوة خير. حافظوا على الجزائر يا جزائريين، والله لا تستهينوا بهذا الدستور، والله لا تستهينوا بهذا الدستور، ولا تستهينوا بما يحدث، ولا تستهينوا بما يحدث. الوضع بائس والوضع خطير، الدول كلها تعيش في مخاض عسير. ما عندما أقول هذا الكلام ما أقول لأنه المغرب في بحبوحة ولا تونس في بحبوحة ولا، يا الوضع كله على كله وتشوفوا القادم كيفاش. ولكن الآن أتكلم كجزائري على جزائريتي وعلى بلدي وعلى وطني. جدي شهيد، والدي مجاهد من عائلة ثورية والحمد لله، كنت في الجيش الوطني الشعبي، وهذا دليل على أنني مشني ابن خائن ولا ابن عميل، لأنه لا يوجد في، ربما الآن ما أدري، ولكن في ذلك الوقت والله يلي يلقوا فيه ريحة واحد من عائلته حركي، والله ما نال شرف يدخل المؤسسة العسكرية. طالبين المطاف إخواني الكرام، ربي يحفظكم جميعا، ونرجو منكم، والرجاء لله وحده، يعني مش أمر ولا شيء، إذا رأيتم في هذه المقاطع ما يفيد انشروها إلى الجزائريين. نحن نمر بمرحلة حاسمة ومرحلة صعبة، والجزائر مقبلة على مخاض عسير، والأخبار التي خرجت اليوم على الرئيس وعلى إصابات هذه منعطف آخر يضيف يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على هذه البلاد. ربي يحفظكم جميعا،
ادعوا لنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.